كلنا نعرف ان في طاقه موجوده. جرس في ليش تمسكين الجرس؟ جرس جديد هذا ثاني عليه يدي لما انا صغير اساس انه اسوي العاب فيه. اوكي؟ اذا بيك تسوي اذا بيك تركزين وياي في طاقه موجوده. لو افترضنا لو قلنا ان في ارواح وفي طاقه احنا ممكن نرتبط معها. اوكي؟ لو انتم موجودين لو في طاقه موجوده لو في ارواح ما بتشد الجين الجرس من الحين رايح تمسكين ريتك بس لو في طاقه موجوده لو في ارواح لو تسمعونه لو انتم موجودين اباكم الحين تدقون الجرس. ايش تفكرين ببالك؟ مختلف بس من غير ما الاولين رقمك بعدين تفضل في بالك في مخك ما تقولي لي بس في مخك. لو انتم موجودين لو طاقة موجودة لو الرقم اللي بذكره وبقول الرقم الصح دقوا الجرس لو الرقم الغلط لا تدقوا الجرس. رقمها المفضل رقم في بالها رقم 20 ركز معايا لو رقم صح تقول الجرس رقم 12 لو تسمعوني لو تسمعوني الرقم اللي بذكره لو رقم صح تقول الجرس رقم 7 لو تسمعوني ما تعرفني الأكلة المفضلة الأكلة المفضلة أوكي في حروف في حروف كلمة الأكلة المفضلة اللي في بالك لو الكلمة اللي الحرف اللي بقوله صح دقوا الجرس لو مو صح لا تدقوا الجرس الأكلة فيها حرف البي فيها حرف الآي أوكي ركز معي ركز معي الأكلة فيها حرف ال حرف الواي حرف الدي حرف الاف شو الاكل؟ فش اكلتها فش انت كنتش معروفة لا 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 تتعب اي تتعب تبين اقول لك لازم تعلمين منه اي شنو احب الافكار ليش عشان لو يفكر في شيء في وحده او شيء تعرفين انا بقول الحين يا جماعه انا معود انا ما بدش معاه باكر ارفع الاسرار الخاصه اي والله وهذا اللي قاعد افكر فيه زين خلي هذه خلي انا بعين الجرس هنا قولي خلي ريح انت جرس مدرسه ما يطلع ليش حرام عليك دايما ضربهم يعني من الصبح حرام عليك حرام عليك ايش يصير هذا اللي يعرف وقت قد يعطي في السليمان الطيب غزلني بس ما بتوقف بس معين بس تكي كده على راسي معين بس تكي كده معين بس تكي الصراحه ابهرني